وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عصام، ما أهمية هذا اللقاء في هذا التوقيت؟ مساء الخير يا أخي أحمد. حقيقة يعني أن الاجتماعات الأردنية الفلسطينية هي اجتماعات دائمة ولا يعني تتوقف، ولكن عندما يزيد الزخم هذه الاجتماعات وأهميتها نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة، وأعتقد أن هذا الاجتماع جاء في وقت له يعني أهمية خاصة، حيث أننا ننتظر الأيام القليلة القادمة حتى يكون هنالك وقف لإطلاق النار، وبالتالي كان لابد من التحضير إلى عملية ما يسمى اليوم التالي. وأعتقد أن الاجتماعات الفلسطينية الأردنية أو الفلسطينية المصرية أو الأردنية المصرية العربية العربية الآن أصبحت ذات ضرورة كبيرة جدا، لأن الدول العربية وخاصة مصر والأردن هي الدول ذات الاتصال المباشر بالقضية الفلسطينية، لذلك لابد أن يكون هنالك أيضا مخرجات عربية جاهزة للتعامل مع اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يعني يتطلب تحمل يعني أمانة المسؤولية العربية تجاه الإخوة الفلسطينيين الذين عانوا خلال 8 أشهر من هذه الحرب الوحشية. لكن أيضا لابد من القول بأن هنالك ثوابت أساسية لابد من التركيز عليها، ألا وهي إقامة أو حل الدولتين، وليس مجرد شعار أو عملية تخدير للشعور العربي، لأننا يعني سمعنا ذلك منذ عام 2003 وقال بوش الأب بأننا سنشهد 2005 وجود دولة جديدة في الأمم المتحدة ألا وهي دولة فلسطين، ومضى أكثر من 20 عاما ولا نزال نقول حل. في هذه النقطة دكتور عصام، يعني تم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة الوصول إلى الحل الشامل، ولكن ما طرح من المبادرة الأمريكية أو الإسرائيلية لا يتحدث عن ذلك، بل يتحدث عن الوضع الراهن فقط. هو كلام صحيح، لأن أعتقد أن التفاصيل ما زالت غائبة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس بايدن، ولكن هو أعلن الخطوط العريضة، ولذلك نجد أن الاختلافات الآن ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تتعلق في هذه التفاصيل. وأعتقد أن الجانب الفلسطيني، الجانب المصري، الجانب القطري، وهما شريكي عملية التفاوض، لابد يعني أن يتم توضيح النقاط التفصيلية التي ستقبل بها المقاومة، ويبدو أننا الآن أمام نقطة حرجة، ألا هي ليس فقط وقف إطلاق النار، هو ما هو بعد وقف إطلاق النار، ما هي الخطوات الأساسية التي يمكن أن يتم بها استعادة هذه الحياة لهذا القطاع الذي تم تدميره تدميرا كاملا، لا يوجد فيه من الحياة إلا أرواح البشرية تتحرك فقط لا غير، ولكنها تفقد كل مقومات الحياة المستدامة. من هذا المنطلق أقول أنه لابد أن يكون هنالك اجتماع عربي تحضيري لما بعد وقف إطلاق النار، حتى يكون الموقف العربي موقف داعم للأشقاء الفلسطينيين. نعم. المؤتمر الصحفي يعني أعطى بعض النقاط الإضافية، يعني أضاء على بعض المواقف التي تم الحديث عنها في الغرف المغلقة، وأعتقد في المؤتمرات الصحفية لا يتم عرض كل ما يتم بحثه، لأنه كل ما يتعلق في الأمور السياسية يعني الحساسة لا تبث ولا تبحث على الإعلام، ولكن يمكن أن تستنبط من خلال النقاط التي يقال عنها في المؤتمرات الصحفية. ما هي رؤية الأردن لليوم التالي في حالة الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار؟ لأن هناك رؤية عربية قد تكون مختلفة عن الرؤى التي تأتي إن كانت من الولايات المتحدة أو ما تتحدث عنه إسرائيل. سيدي الكريم، يعني يبدو أن الورقة أو خلينا يعني دعنا نسمي خطة
اليوم التالي التي قدمت من قبل المملكة العربية السعودية وأصبحت تسمى المبادرة العربية في مؤتمر بيروت 2002 هي كانت ورقة تعطي ما هو ما هي الخطوط العريضة لليوم التالي. ولكن الآن أعتقد أن يعني الابتعاد عن هذه المبادرة العربية والرفض الإسرائيلي السابق لها أصبح هنالك رؤى عربية متفرقة. لذلك يعني الأردن له رؤية، طبيعة علاقاته الديمغرافية الجغرافية مع الجانب الفلسطيني، مصر لها رؤية أيضا مع التقارب جغرافي ديمغرافي مع فلسطين، باقي الدول العربية لها. لأنا هنا أؤكد أنه لابد من أن يكون هنالك رؤية جامعة لهذا. ولكن أعتقد أن النقاط الأساسية التي يبحث عنها الأردن ألا وهي حل الدولتين، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللي احتلت عام 67، تطبيق قرار مجلس الأمن 242، القدس عاصمة، القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، الحدود، اللاجئين، كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولا ترجع إلى سنوات قادمة مرة أخرى. دكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا من عمان، شكرا لك.